أكيد رشا، رح نروح لمحطتنا. كنا عم نقول ببداية صباحنا عن شيء بخص الأطفال والتربية الحديثة. يعتبر الإبداع هو قدرة من قدرات تنمية التفكير، وأيضا ممكن يكون نوع من أنواع الأساليب في التربية الحديثة وغيرها أيضا من التفاصيل اللي رح نحكي عنها. أكيد دائما الإبداع الموجود عند الطفل بحاجة لدعم وبحاجة لتنمية. هون مشاهدينا مسؤولية الأب والأم أنهم يعتنوا بطفلهم وينموا هي الموهبة ويعرفوا كيف أنهم يستغلوها بالشكل الصح. طبعا في أساليب كتير وفي تدريبات مهمة لهي القصة، اليوم حيعرفنا عليها ضيفنا المدرب محمود الخالد، وحضرتك متخصص في تدريب الأطفال. صباح الخير لإلك. يسعد صباحكم. كيفك اليوم؟ تمام رواق، ماشي الحال الحمد لله. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. خلينا نبلش مع حضرتك من عنوان اليوم التفكير الإبداعي. بداية شو بنقصد فيه وخصوصا بمرحلة الطفولة؟ هلا بمرحلة الطفولة دائما بنفكر وبيفكروا الأهالي إنه نحن لازم نشتغل على طفلنا أو ندعم طفلنا أو نربي طفلنا ليكون هو متفوق بمدرسته، تمام؟ فدائما الهاجس الأول والأخير إنه أنا بدي أشتغل عليه اللي هو الهاجس الدراسي، ولكن نحن بننسى شو هوايات هذا الطفل، شو بيحب هذا الطفل، شو بيكره هذا الطفل، ولا يعني بنبلش نغفل عن التفاصيل اللي بيحب هذا الطفل وبنهتم بالعامل الدراسي. اليوم كتير تغيرت هي القصص، أو بالأحرى لازم تتغير هي القصص، لنتجه للشغلات اللي بيحبها الطفل اللي هو ممكن يبدع فيها. ممكن إحنا طفل ما هو صغير ممكن يكون عم بيحب مثلا يرسم، فأنا اليوم خلص بقدر أني أنا انتبه أنه هذا الطفل بيحب الرسم، فأنا ممكن نمي له هي الموهبة ليصير مثلا ممكن يوصل لدرجة فنان. خلينا نقول في تفاصيل تانية، ممكن بيحب يلعب رياضة، يعني مهتم بالرياضة، بيتفرج على مباريات، بينزل بيلعب بالطابة، فهو بيحب هذا بهي الموهبة، فنحن ممكن نوي له إياها ليصير مبدع فيها. هي شغلة بيحبها الطفل، نحن بنشتغل عليها لتصير ليصير مبدع فيها، ليتطور فيها أكثر. تمام. طيب هلا سؤال كثير مهم أنا حابة، هلا كل طفل هو مبدع أو ممكن يكون عنده ناحية من الإبداع نحن مفروض نشتغل عليها، أو مو بالضرورة يكون هذا الطفل مبدع بشيء ما بحياته؟ تماماً. لا، الطفل مثل ما تفضل مثل ما حكيت قبل شوي، الطفل مو بالضرورة أبداً يكون مبدع. الطفل بيكون هاوي، الطفل بيكون حابب شيء، تمام؟ دور الأهل هن اللي يطوروا هاي الموهبة أو هذا الشيء اللي بيحبه الطفل. وممكن ما يكون، ممكن يعني ممكن يكون عادي، يعني هذا الشيء عادي جداً، يعني ممكن ما بيكون بيحب أي شيء، خلص عادي أنا بشتغل بأمور روتينية، ولكن بالنهاية الطفل مستحيل ما يكون ما بيحب شيء، مستحيل. بالنهاية إجباري الطفل بينجذب لشيء. دور الأهل أنا بعرف حدا هوايته الأكل، بحب الأكل بالنهاية. تماماً بالنهاية. حتى هاي التفاصيل نحن نحكي عنها لاحقاً. هلا إنه طفل ممكن يكون بحب الأكل، تماماً بحب يساعد أهله بالطبخ، أوكي ممكن إني أنا نميله هاي الموهبة وخليه يبدع فيها. وبالعكس هي شيء، يعني هذا الشيء مو بس يبدع بالطبخ، لا هو الشيء هذا هو راح يعكس، راح ينعكس على الطفل بكثير تفاصيل، يعني بكثير تفاصيل بتنمي شخصيته بتطوره بتعامله. وهذا اللي بدي أسألك عنه اليوم، الفرق بين الإبداع كمثلا شخص ممكن يكون موهوب أو طفل ممكن يكون موهوب عنده إتقان أو حب ليتجه بشيء معين ويشتغل عليه، وبين التفكير الإبداعي. تمام. يعني اليوم نحن عم نقول إبداع، في كثير أطفال عندهم إبداع، بس مو شرط الإبداع بهذا الشيء يستثمروا أهلهم ليصير عندهم نمط تفكير إبداعي. خلينا نحكي عن نمط التفكير الإبداعي. تماماً. كيف بقدر أتعامل فيه كأهل؟ مثل ما كنا نجيب مثلا أولمبيات، يعني طالب الأولمبيات اللي بيكون متفوق بمادة رياضيات أو معلوماتية، كنا نسألهم شو اللي فرق معكم، فيقول حياتي فرقت كلها لأنه أخذ هذا الشيء كنمط تفكير. فخلينا نحكي عن هذا الشيء. المدركات اليوم هي عم تتوسع مدركاته، يعني اليوم الطفل إذا نحن بدنا نحكي عن التفكير الإبداعي، كيف فينا نطور الطفل ليتوسع ليتطور تفكير الإبداعي تبعه؟ نحن اليوم أول خطوة لازم نخطيها على سبيل المثال اللي هي دعم الأطفال بالقراءة، بقراءة القصص. اليوم الطفل هو صغير، نحن لما بنبلش نمسك ونقرأ قصص قدامه، نحن نقرأ له هو ونقرأ يقرأ قدامه. كويس، فهو بالنهاية اليوم هو عم يسمع، عم بي شوفي كم قصة رح تشتغل عنده. أول شيء رح يستمتع بالقصة، اليوم القصة اللي عم تحكي له إياها ممكن توسع هذا الخيال والمدرك. شو هاي القصة اللي عم تصير؟ الألفاظ، الكلمات اللي عم تنقرأ قدامه. صحيح. أنت عم تطوره بالقراءة، تمام؟ بعد ما قطعت هاي المرحلة صار هو عم يفهم عليك هاي الكلمات، بتصير تخليه هو يقرأ لك. كويس؟
بعد ما يقرأ لك أنت بتصير بس حسيته قطع هاي المرحلة، أنت صرت قادر تقول له احكي لي أنت شو فهمت، شرح لي أنت شو فهمت من هاي القصة. تمام؟ في أطفال بيغيروا بالحبكة، بيغيروا بالنهاية. تمام. ليش؟ لأنه توسع، صار في عنده خيال، هو رسمها بطريقته المختلفة. صحيح. ممكن يكون خياله رسمها أو تخيلها بطريقة هو بده إياها، هو حاببها. تمام. طيب هذا اللي حكيت لي إياه فيك تكتب لي إياه؟ خلص، هو صار صرت أنت عم تعلمه كيف يكتب أصلاً، كيف يحكي يكتب قصة. تمام. اليوم كيف بلشنا معه؟ من قراءة قصة. قراءة قصة، شوفي لوين تطور هذا المكان، من قراءة لوسع خياله ليشرح لك بطريقة مختلفة، هذا الشرح المختلف صار عم يخلي لك اياه يكتب لك قصة. شوف انت لوين هي المرحلة هي تطورت. اليوم الرحلات، انت لما بتطلعوا مشوار فيك تطلعوا على الملاهي اوكي يلعب فيها، وفيك تطلعوا مثلا على سبيل المثال قوم تعال لناخذك على متحف العلوم، على متحف اوكي احكي لي شو شفت. للاسف كثير مقصرين نحن، كان بالمدارس او حتى بالاهل كثير مقصرين بالرحلات التعليميه يعني. تماما. اليوم انا لما بياخذوا هاي الرحلات بسموها رحلات ابداعيه. تمام. اخذته على متحف شو شفت، شفتها شو هاي، انت لما بتحكي له اياها بترسم هاي الصوره بذاكرته ما بقى ينساها خالص. تمام. يعني اليوم بيقولوا اهل قبل ما خلوا شيء ما حكوا، على العلم وفي الصغر كان نقشه على الحجر. تمام. انت لما بتاخذهم بهي على سبيل المثال على هي الرحلات، على هي الاماكن، متاحف ولا 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 معامل ولا كذا، انت هي القصص بترسخ بذهنه ما بتتغير، ما بتروح، بالعكس انت بتقعد بتشرح له، هو بالنهايه بالضروره كطفل حيحفظها وحيحكيها لغيره من رفقاته او من جيرانه او من اطفاله، فهو انت عم توسع مدركاته ليحكي لينطلق ليوصف هي التفاصيل. في عندنا كثير قصص مثلا اليوم، خلينا نحكي عن نستغل الوضع الحالي، كونه انه كل الاهالي مشان تسكت اولادها بتعطيها الموبايل خود العاب. تمام. اليوم ما فينا ننكر هذا الموضوع نحن. طيب خلينا نستغل التطبيقات الحقيقيه، الالعاب اللي انت ممكن تشتغل فيها او التطبيقات اللي ممكن يستفيد منها الطفل، الالعاب الذهنيه تماما اللي هو ممكن يستفيد منها الطفل. اليوم التفكير الابداعي مو لانه انا بدي اياه يبدع بهذا الموضوع لحاله، لا هو فعلا عم بيوسع مدركات الطفل. اول لعبه الكترونيه علموني او خلوني اهلي العب عليها على جهاز يعني محمول كانت بنك المعلومات. تماما يعني هي هو اللعبه ماريو. تماما. يعني هاي الفكره، احنا اليوم كيف فينا نسخر كل الامور اللي حوالينا بابسطها وباغلاها، يعني احنا ما عم نقول انه هي يعني لشريحه، صارت متاحه للجميع كويس. الالعاب الموجوده اللي هي العاب البناء، المكعبات ولا الليجو، تمام، هي العاب بتخلي الطفل فعلا يشغل تفكيره. ليجو كثير مهم. تمام. يشغل تفكيره وبنفس الوقت يحاول يدور على حلول ويطلع على الصعوبات الموجوده عنده ويفكر بحلول. هي ما عاد فكرت، ما عاد نحن شوفوا نحن هون شو عم نستفيد، مو بس عم نستفيد بتحليل الصعوبات وانه يلاقي حل لصعوبات الليجو، هي رح تساعده ليلاقي حل وصعوبات للصعوبات اللي عم بيعاني منها بحياته كلياتها، كيف تعامل معها، كيف هذا الصبر، كيف هذا الهدوء، كيف الوقت اللي اخده ليلاقي الحل. صح. تمام. اليوم في كثير تفاصيل هي بتخلينا نحن نساهم بتوسيع مدركات الطفل ويعني ويتطور الطفل ابداعيا بشتى المجالات، حتى الرياضه. صدقيني الرياضه كنا عم نحكي قبل شوي انه الرياضه اهم، يعني من اهم العوامل اللي بتساعد بتنميه الطفل، بتنميه الطفل لما بيطلع بيلعب، بتواصله مع اصدقائه، بصبره، ممكن وقع، جرح، كذا، يعني التفاصيل اللي هي حياخذها اللي هي حتطور هذا الطفل حقيقه. تمام. في اهل كثير بيمنعوا اطفالهم انه يطلعوا على الشارع ويحتكوا بالاطفال او يلعبوا انه لغايه ما، يعني قد ايه اليوم اختلاط هذا الطفل المبدع خلينا نقول يشوف العوامل الخارجيه يتاثر بالاطفال يتعرف على هذا المجتمع الخارجي مهم. والله هو مهم كثير، يعني نحن يعني بنلاقي بنشوف قبل ايام زمان كان كل اطفال الحاره بيلعبوا مع بعض اليوم كثير هاي الصوره قليلة. اليوم هاي الصوره اصبحت يعني مو قليله، اصبحت نادره جدا. خلينا نحكي عن جميع الجوانب الصحيه، اذا بدنا لك يكتسب مناعه فهو بيكتسب مناعه لانه هو بيكتسب مناعه كثير قويه، عم يلعب وعم يوقع بالارض وعم يمسك الطابه وكذا، فهي بالنهايه يعني هو عم تكسبه مناعه، عم يلعب عم بالهواء، عم يشم هواء نظيف. الاهم من ذلك هو عم يختلط باقرانه من الاطفال كويس.
اذا بدنا نحكي على الابداع، اذا بده يطلع يلعب فهو ممكن يكتسب ويكسب زملائه او اقرانه مهارات، يأثر ويتأثر فيهم. وبناء على ذلك الاهل لما حيتأثر حيجي بالنهايه حيجي يحكي قدامهم ويشوفوا هو بشو تأثر. ما احنا ما عم نقول انه دائما عم بيكونوا الاقران هن ايجابيين، ولكن هن كمان عم يجي ينقلوا الصوره اللي عم يشوفها لبرا، وبناء على ذلك الاهل عم يبنوا صوره هو الطفل شو عم ياخذ من برا، كيف ممكن يشتغلوا على هذا الموضوع وكيف ممكن يطوروه. ليش؟ لانه طول ما انت عم تزرع براس طفلك الشيء اللي انت بدك اياه، لما راح يطلع لبرا راح ينصدم. صح، بالنهايه هو راح يطلع على مدرسه، راح يكون زملائه بالمدرسه عم يسمع منهم شيء مختلف، لما راح يكبر راح يسمع من زملائه بالجامعه شيء مختلف. ليش؟ لانك انت ما خليته يطلع عليها انه هو صغير، خليه هو يطلع يجرب. يسمع ويشوف ويجرب ويجي يحكي لك. تمام، يجي يحكي لك، لانه لما يحكي لك انت راح تثبت له الصوره الصحيحه، مزبوط، راح تصحح له الشيء الخطا اللي سمعه. فانا اكيد ضد فكره انه الطفل ما يطلع، لا لازم يطلع يسمع يشوف. هلا يمكن في اشخاص بتقول لك انه بهذا الفتره وخصوصا بهالسنين اللي مرقت كان في كثير ظروف الناس تخاف على اولادها تنزل على الشارع او ما الى ذلك. انا مع انه دائما نلاقي حلول، يعني هي الساعه يبدو ينزل مع اخ كبير او حدا انتم بتوثقوا فيه ممكن نحن ننزل معه على الحديقه. والصراحه صرنا نشوف يعني نسبه كثير كبيره من الاهالي بيكونوا موجودين مع اطفالهم بالحدائق، يعني الألعاب. هي ساعه ما رح تاثر كثير، بس حتفيد زياده يعني الدورات الصيفيه، يعني أنا الدورات الصيفية يعني حتى مهمة. اللي ما عنده إمكانيات مادية، لا معلش اليوم في دورات صيفية عم تكون بنوادي مجانية صدقيني أو بأسعار رمزية، أو خلينا نقول يعني اللي عنده القدرة مثلا طلعنا سجلنا بدورة مثلا كرة قدم لمدة 3 شهور بالصيفية. تمام، فهو بالنهاية عم يكتسب مهارة كرة القدم إذا كان هو حاببه، وبنفس الوقت عم يختلط مع أقران وزملاء له. كويس، هاي تجربة جديدة رح تضيف له كتير 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 مهارات، لانه هو عم يتعامل مع ناس ما بيعرفهم، مو زملائه كانوا بالمدرسه، هن معه بهي الدوره الصيفيه وشالوا حالهم ومشوا. وحرقوا خصوصا هذا الجيل كثير انظلم، يعني هذا الجيل اللي مرق 10 سنين من عمره بالحرب تماما، او ولد وهو بايده التاب ووسائل التواصل الاجتماعي، فهو ظلم غصبا عنه يعني مو بارادته يعني. لا انا اليوم نحن لازم نتجه لهذا الاتجاه، نسجله دوره سباحه، دوره موسيقى، يعني اي دوره يطلع يختلط يشوف فيها ناس جداد، يكتسب فيها مهاره جديده، يطلع على شيء جديد. هذا الشيء كثير رح يغير بشخصيته، رح يقويها، رح يخليها تواصل جديد. اليوم انا لما بشوف رفقاتي بالمدرسه اللي هن عم يبقوا اصلا معي من صف لصف غالبا، انت ما عم تتغير معك الاشخاص، انت لازم تتغير معك الاشخاص والانماط. مين حتى البيئات ممكن تختلف بالنسبه لك، الناس الموجوده بهي الدوره غير الناس الموجودين معي بالمدرسه، غير الناس الموجودين معي بالحاره، هي كلها خبرات لازم الطفل يتعود عليها من هو صغير. تمام، لا يعرف يتعامل معهم، يتواصل معهم، يسمع منهم، يجي ينقل للاهل انا شو سمعت اليوم، شو صار معي اليوم بالدوره، هذا كلياته عم يوسع مدركاته. صح، كثير اليوم مهم الاهل يعطوا ولو مساحه صغيره من الحريه الشخصيه للطفل، ويكونوا يعني هن على درايه كامله بكل شيء عم يساوي. الطفل بس انفات المدرسه فصارت القصه على عاتق مسؤوليه من المدرسه والاهل بتنميه الافكار وتنميه الفكر الابداعي عند صحيح. الطفل. نصائح اخيره هيك لكل ام واب عم يسمعونا. نصائح اخيره، انا بقول انه نحن لازم حقيقه بس نسمع طفلنا، يعني نعطي مساحه للطفل يعبر عن يعني مثل ما بيسموه عما يجول في داخله. نحن لازم نعطي مساحه للطفل يحكي اللي بده اياه، نشاركه، ما نعتبره انه يلا الطفل خلص يلا احكي ايه ايه خلص، لا ناقشه واسمعه وانزل لعنده، لانه هو بالنهايه اكيد هو عم بيحاكيك على شيء يمكن شايفه بده يسمع جواب ليقنعه او محتاج مساعدتك لتدعم. هاي اهم نصيحه، الاهل الاب والام بالتحديد لازم يعطوا وقت لاولادهم يسمعوهم ويتناقشوا معهم، اكيد يتحاوروا ويسمعوا مشاكلهم ويلاقوهم ويساعدوهم بايجاد الحلول، مو يحلوا لهم مشاكلهم، يساعدوهم بايجاد الحلول. صحيح، يعني كل هالمعلومات بدنا نشكر وجودك معنا المدرب محمود الخالد المتخصص في تربيه الاطفال والارشاد الاسري، شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لحضرتك، واكيد لنا وقفات ثانيه بصباحات اكيد أخرى. ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم.